هنكمل دراستنا برسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي، وقلنا إن الرسالة دي اتكتبت من السجن في أوائل الستينات، واتكتبت مع ثلاث رسائل تانية هما فيليبي وفيليمون وأفسس. وكان الهدف الأساسي منها إن حصل فكر الناس اللي في كولوسي اتأثر بسبب الغنوصية، فابتدى بولس الرسول يكلمهم ويعرفهم ايه هي طبيعة المسيح وايه هو عمله في الفداء. وعشان كده بيشبه لنا ان المسيح رأس للجسد اللي هو الايه؟ الكنيسة. واخدنا الاصحاح الاول ووصلنا في الاصحاح الثاني لحد آية 5 او الآية 6. يقول: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. في جزئين مهمين هنا. اول حاجة ان انتم قبلتم المسيح يسوع الرب، ده الجزء الاولاني، لان في يوحنا 1 بيقول الى خاصته جاء وخاصته لم ايه؟ لم تقبله. ففي ناس جالهم المسيح لحد عندهم لكن هم ايه؟ ما قبلوش. ولحد النهاردة في ناس كتيرة ممكن تسمع عن المسيح لكن لا تستطيع ان تقبل المسيح. فالجزء الاولاني ان في ناس قبلت الايمان بان المسيح يسوع رب، ولكن هل كده كفاية؟ لا. يقول: كما قبلتم المسيح يسوع رب اسلكوا فيه. يعني لازم يكون كل سلوك احنا بنسلكه نشوف ان هو ده داخل المسيح ولا لا. يبقى مثلا لو جت فكرة كذب او فكر شر او فكر ادانة، ده يكون في المسيح ولا بر المسيح؟ يبقى بر المسيح. طب فكر محبة وفرح وسلام، يبقى ده جوه المسيح. فكر مودة اخوية ومحبة وتعاطف ورحمة وعمل خير، كل ده جوه ايه؟ طيب يبقى احنا الانسان اللي قبل المسيح ينبغي ان هو زي ما عمل الجزء الثاني الاول يكمل الجزء الايه؟ الثاني. اذا كنت فعلا قبلت المسيح، ما قبلتوش صوره بس، ما قبلتوش كلام بس، لازم تخليه في افعالك يبان. يبقى زي ما قبلت المسيح يسوع رب، كمان لازم ينبغي ان ايه؟ تسلك فيه. والسلوك ده هيبتدي يوصف لنا شكله يكون عامل ازاي. يقول كده: متأصلين ومبنيين فيه ومعتضين في الإيمان كما علمتم متفضلين فيه بالشكر. كذا كلمة كده ايه؟ معلش عشان بولس اسلوبه ساعات بيبقى صعب شوية، بس احنا ناخدها كلمة كام. اول حاجة متأصلين، والمعنى الانجليزي بتاعها روتد، يعني جذر، جاي من روت يعني جذر، يعني ليه جذر موجود فيه. ومعنى كلمة ان انت ليك جذر يعني ليك اصل. تفتكروا ده في مثل الزارع، اما المسيح كان بيكلم ان في بعض البذور وقعت على الاماكن المحجرة، حصل ايه؟ طلعت بسرعة. وبيقول كده: واذ لم يكن لها عمق ارض، حصل لها ايه؟ جفت. يبقى الجفاف بتاعها كان لانها مش متأصلة، ملهاش ايه؟ جذر. وعشان كده في بعض الناس ممكن بعد ما تآمن بالمسيح بسرعة يرجع أول يقول لك كده: إذا حدا صديق أو اضطهاد من أجل الكلمة أو أغرته بعض الشهوات، تبص تلاقي حصل إيه؟ ساب المسيح ورجع. يبقى ده عنده أصل. يبقى كلمة مين دي افتكروها كده؟ إن الواحد لازم يكون عنده أصل. الخير نقبل من الرب والشر لا نقبل. يعني ساعة ما يكون ربنا موسعها عليك ومبارك في حياتك والصحة كويسة والأول تمام، أبص ألاقي نفسي حلو وبصلي وبشكر ربنا. طب أول ما تحصل أي مشكلة أسيب ربنا، يبقى ده عندي أصل؟ لا. يبقى أنا بقيت بتعامل مع ربنا معاملة مختلفة، مش متأصل في الإيمان. غير ان انت من المتأصلين في الايمان لازم تكون مبني فيه. يعني ايه؟ احنا قلنا ان المسيح ده حجر زيه، ولا الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار ايه؟ ففي ناس رفضته اللي هي ما قبلتوش، لكن طب اللي قبل المسيح لازم يخليه حجر زيه. يعني كل مصدر كل اهتمام ليه وكل بنا هو بيبنيه
يشوف المسيح فين ويحط عليه الاساس. المسيح في كلامه في المواعظ على الجبل بعد ما خلص المواعظ على الجبل قال لهم بصوا في ناس بتسمع الكلام ده وما تعملش بيه، يشبه رجل جاهل بنى بيته على الايه؟ الرمل. اول ما جت الريح وصدم السيل حصل له ايه؟ انهار وكان سقوطه عظيما. طب لكن في ناس ايه؟ متأصلين عندهم اساس ومبنيين، البناء بتاعهم جيد، والمسيح نفسه حجر ازاي في حياتهم، فعشان كده يقول بنى بيته على صخر. اما جات الريح وصدمته الميه ما يحصلش اي حاجه. وفعلا تبص الناس تلاقي ناس كده، منين ما تيجي المشاكل تلاقي قلبه مطمن وتلاقيه فرحان. طب انت ايه سبب فرحتك؟ انت يعني شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ اصل انا عندي اصل بيقولني ان المسيح قادر ان هو يغير كل حاجة في الوقت المناسب، وكمان انا مبني فيه، مش كلمة هتزعزعني ولا كلمة تقلقني ولا فكرة تغير ايماني، ده انا ايه؟ مبني فيه. كل واحد فيه في بنائه هيكون ليه حاجة مختلفة عن التاني. يعني ممكن واحد يبني حجارة كريمة، ممكن واحد يبني حجر، ممكن واحد يبني خشب، ممكن واحد يبني قش، وتيجي النار بعد كده ايه؟ تمتحن عمل كل واحد. فاللي خلى بنا قوي صلب راسخ ومن اساس حلو وكمان بنا متين، يبقى يوم ما تيجي اي تجربة تلاقي عنده ايه؟ تلاقي عنده صلابة ان هو يقف قدام التجربة. طيب اللي هو ما خلاش البناء راسخ وكان بناؤه زي القش، يبقى مجرد ايه؟ يقول لك زي ما بيقول كده في المزمور الاول، كالريح كالعصافه الذي ايه؟ تزريه الريح. يعني شويه عصافه كده ايه؟ والريح تطيرها، عامل زي القش، ممكن اي حاجه تطيره. يبقى انا لازم على بناء على الكلام ده اراجع ايماني، هل انا قبلت المسيح بجد؟ طب ولما قبلته سلكت فيه بجد؟ طب ولو سلكت وعندي اصل، ولا سلكت شويه وشويه ارجع؟ طب ولو سلكت وعندي اصل، هل انا ببني كل سنه بزود حاجه، كل دراسه في الكتاب المقدس بزود حاجه في سلوكياتي، بدرب نفسي على الطريق مع ربنا، بدرب نفسي على المحبه الزياده، بدرب نفسي على ان يكون عندي احتمال، يكون عندي طول بال، يكون عندي خدمه صالحه، يكون عندي مشاركه مع الاخرين، ولا انا مجرد ان انا بسمع كلمه ربنا بس ايه؟ اسمع وايه؟ وما عملش. فنخلي بالنا اذا كنا قبلنا المسيح وسلكنا فيه لازم نكون متأصلين وايه؟ ومبنيين. مش بس مبنيين، وموطدين. الامام الوطيد يعني الامام القوي اللي هو ايه؟ اما يجي اي حاجه تقابلك تحاول تهز ايمانك تلاقي ايمانك ايه؟ تبص تلاقي الناس تيجي، عشان احنا بنحتفل بنياحة القديس اثناسيوس الرسولي، يقول العالم كله ضدك، يقول انا كمان ضد الايه؟ الله، انت مش تقول لي امشي مع الناس كلها يعني انا اللي هفهم اكتر من الناس، لا، لاني موطد في الايمان، فممكن اعدل الايمان كله بالنسبة للناس، ولكن ما حدش يثنيني عن هذا الايمان. فهنا الايمان مبني ومتأصل وراسخ ووطيد، ده تبص تلاقي ايمانه صلب ويقدر يقف قدام كل التجارب. لان اقول لكم حاجة، الايمان الحقيقي بيجي مبني على ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة انا عندي ايمان ان ربنا قادر على كل شيء، يبقى انا عارف ان مفيش حاجه ممكن تستعصي على ربنا. يقول لك فعلا كده، ربنا قادر على كل شيء. طب انا لو انا عندي ايمان ان ربنا قادر على كل شيء، وعندي ايمان ان ربنا كلي الحكمه، يعني مفيش حد هيشير على ربنا يعمل ايه ما يعملش ايه، فربنا يقول لك ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، يبقى حكمه ربنا عاليه جدا عن حكمه البشر، فانا واثق ان ربنا قادر على كل شيء وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وانا واثق ان ربنا كل الحكمه، فما بيعملش اي حاجه كده من غير دراسه ومن غير فهم، لكن كل حاجه بحسب حكمته مشيئته الصالحه.
كمان لازم يكون عندي ايمان يقين ان ربنا بيحبني. طب احنا جبنا الكلام ده منين؟ من الانجيل. هكذا احب الله الفلان بس ولا قال العالم؟ طب انا من ضمن الناس ولا لا؟ ده انا كمان خاص جدا عنده لاني اعتمدت على اسمه واتمسيه وقبلته وسلكت فيه وايماني راسخ فيه. فعشان كده لازم يكون عندي الثلاث حاجات دول، ان ربنا كمان ايه بيحبني. فتخيل لو واحد فعلا كده واثق ان ربنا قادر على كل شيء، وعارف ان ربنا بيعمل كل حاجه بحكمه، بينقلها الوقت المناسب والطريقه المناسبه اللي يعملها بيها، كمان واثق ان ربنا بيحبني، يبقى انا ايه اللي هيقلقني؟ في حاجه ممكن، ما انتوا عارفين بابا كرولوس قال ايه؟ قال ما فيش شيء تحت السماء يستطيع ان يكدرني. ليه؟ لاني حائز على ينبوع التعزيه. جبت منين ينبوع التعزيه ده؟ لان عنده ايمان راسخ وطيد مجني متأثر. طب الكلام ده كله جاب منين؟ انا واثق لان ربنا في ايده كل مقاليد الامور. عشان كده بيقول لك وانت بتصلي انت بتحرك اليد التي تحرك العالم كله، مش الله ضابط الكل؟ فانا النهارده كل ثقتي في ربنا القادر على كل شيء، اللي بيحبني، اللي بيصنع كل حاجه بحكمه. طب ولو جت حاجه شايف هنا مش للخير، يقول لك لا، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طب واذا جت حاجه مستعصيه على البشر، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. طب ربنا ممكن يكون مش بيحبك عشان انت انسان خاطئ، لا، ربنا بياتي لا ادعو ابرارا بل خطاه الى التوبه. طب واذا رجعت ربنا يقول من يقبل الي لا يخرج خارجا. الله، يبقى انا النهارده ايماني المبني على كلمات الانجيل بيخلي عندي ثبات ورسوخ وايمان وطيد مش ممكن تزعزعه اي احداث. تيجي مشكله انا واثق ربنا قادر يحلها لانه قادر على كل شيء. طيب هيحلها ازاي؟ عنده كل الحكمه وعنده كل الطرق ومفيش حاجه صعبه وتستعصى عليه. طب هو ربنا يسمح كده هو ما بيحبكش؟ لا، انا واثق ان ده نفعي لان ربنا بيحبني. يبقى اللي حاطط الثلاث حاجات دول قدامه مش ممكن ايمانه في يوم يتهز. طب فيحصل ايه؟ يقول لك بقى متفاضلين في الشكر. يبقى انا على طول ايه؟ عمال ايه؟ اشكر ربنا. طب جات حاجه حلوه اشكر، جات حاجه حاسسها انها مش حلوه برضه اشكر. عشان كده بولس الرسول تفتكروا قال لنا كده ايه؟ لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. نقولها مع بعض الايه دي، هنقولها مرتين ثلاثه كده، عايزها ايه؟ ترسخ في ذهننا. لا تهتموا بشيء، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، لتعلم طلباتكم لدى الله. طب نقولها على بعضها، لا تهتموا بشيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يبقى انا النهارده اما اكون بصلي باستمرار وبشكر ربنا باستمرار لاني ايماني وطيد ولاني بسلك في الله، فحاسس قد ايه ربنا بيحبني. وطول ما انا حاسس ان ربنا بيحبني وهو كل الحكمه وكل القدره، يبقى هتزيد عندي فضيله الشكر، فابقى متفاضلين في الايه؟ في الشكر. المتفاضلين جاي من فضيله. فضيله الشكر دي اللي اختفت ساعات كتيره من حياتنا، لكن احنا ممكن تبص تلاقي ناس كتيره عندها رذيله التذمر، تبص تلاقي الواحد ايه؟ دايما عنده شكوى. دايما عنده حاجه زعلان منها. لو قلت لحد انت متضايق من ايه؟ يفتح لسته طويله عريضه. طب لو قلت بتشكر ربنا على ايه؟ يلاقي لسته صغيره خالص، مش قادر يفتكر حاجات. وحتى لو فاكر حاجات يفتكر ان هو لو قالها وشكر ربنا عليها ان الناس هتحسبها له. فتبص تلاقي دايما الواحد وهو في كلامه شكوته اكتر من ايه؟
من شكره. وخلي بالكم هنا اللي عنده ايمان وبيسلك في ربنا يقول لك متفضلين فيه في الايه؟ في الشكر. انظروا قال لي لو يكون احد يسبيكم بالفلسفه وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح. في خطوره هنا لان الغنوصيه كانت بتعتمد على الفلسفه وكانوا يقولوا الناس اللي بتفهم اكتر هي دي اللي ايه؟ اللي تعرف ربنا، لكن الناس اللي ما تفهمش يعني دول مش هيعرفوا ربنا. او الناس اللي عندهم فلسفه ويعرفوا يتكلموا بالفلسفه، طيب الفلسفه مش غلط، الفلسفه دي حب الحكمه. ولكن الناس اللي بسبب الفلسفه ده عندهم غرور ان هم بيفهموا اكتر من الباقيين، وساعات ممكن يفكروا ان هم بيفهموا اكتر من ربنا نفسه لدرجه ان واحد يبتدي ايه يتحاور مع ربنا ويقول لهم كده ايه. واحد من الوجوديين قال لهم انا هعمل محاضره وهديلكم فيها 20 سبب يقول ان الله غير موجود. وقف قاعد يقول السبب الاول السبب الثاني السبب الثالث لحد ما وصل للسبب ال20 وقال لهم واخر حاجه تثبت لكم ان ربنا مش موجود، لو ربنا موجود ياخدني دلوقتي. لو ربنا مش موجود ايه؟ لو ربنا موجود ينهي حياتي دلوقتي. انا هديله فرصه كام دقيقه. طبعا بعد الكام دقيقه وقف واحد وقال له ده انت مسكين. انت فاكر ربنا مش موجود عشان امهلك ان انت بدل ما ياخدك في خطيتك امهلك ان انت ايه؟ تتوب وترجع. وهنا ضيع للعشرين سبب للفيلسوف اللي كان عمال يقول ان ربنا مش موجود عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. خلي بالكم ان احنا ساعات كتير الشيطان عشان يوقعنا في خطايا يحاول يسبينا بغروره وفلسفه. نقعد نفلسف الحاجة ونقعد ندور على مبررات ليها عشان نقع في الخطية. وعشان كده بيقول لا يسبيكم أحد بالفلسفة وبغرور باطل. الغرور ده دايما يجيب الفلسفة والمعرفة العلم ينفخ يخلي الإنسان ايه منتفخ. ولكن المسيح بيقول أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها في الأطفال الصغار. خلي بالكم ربنا ما اختارش الناس الفلاسفة والحكماء والمهرة عشان يكرس في العالم، لكن اختار مين؟ اختار الله فقراء والمصدرة وغير الموجود، الناس اللي ما كانش لهم اسم، ما كنتش هتسمع عنهم عمرك لولا ان هم التصقوا بمين؟ بالمسيح. وعشان كده بحب اقول لكل واحد اوعى تفتكر ان انت لو مش حافظ الانجيل ولو مش عارف الطقوس تمام وبتاع يبقى انت كده بعيد عن ربنا. لا، انت حاول ان انت تعرف، ولكن خلي بالك الايمان بربنا مش محتاج المعرفه العقليه الجامده قد ما محتاج السلوك يكون بحسب وصيه ربنا. يبقى انا هعرف وصيه ربنا مش عشان اتفلسف بيها ولكن عشان اعيش بيها زي ما كده بيقول لنا اسلكوا فيه. فلئلا يسبينا احد بالفلسفه وبغرور باطل حسب تقليد الناس. يعني الكلام ده بيقيسوا الفلسفه دي ايه؟ واحد يعرف حاجه والباقيين ما يعرفهاش، يبتدي ان هو ايه؟ يحسب تقليد الناس حسب اركان هذا العالم. احنا قلنا مين هو رئيس هذا العالم؟ الشيطان. طب واركان العالم تبقى ايه؟ كل ما في العالم هو شهوة الجسد والعيون وتعظم المعيشة. تعالوا فكروا معايا كده، اكتر حاجة بتشغل الناس النهاردة الاقتصاد والجسديات والسياسة. في حاجة تانية؟ تبص تلاقي من ساعة ما يصحى يفكروا في الجسد، هناكل ايه هنشرب ايه هنلبس ايه، والناس اللي هم بتوع البيزنس هنكسب ازاي وهنعمل ايه، وبعدين بالليل يقعدوا يتفرجوا على السياسة ويشوفوا السياسة بتقول ايه. وتبص تلاقي اللي يدور على السياسة يلاقي الهم، واللي يدور على الجسديات يلاقي الشهوات، واللي يدور على الملذات الجسدية. تبص تلاقي دايما كل الناس تايهة في الثلاث حاجات دول، اقتصاد وسياسة وايه وجسديات. هم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الاشياء تاتي وتخنق الكلمه فتصير بلا ايه؟
بلا ثمر. ساعات في ناس كتيرة بتسمع كلمة ربنا وتفرح بيها، وتبص تلاقي واحد قاعد ممكن في الاجتماع ويفرح بكلمة ربنا ويقول أنا هبتدي أدرب نفسي على الوداع، أو هبتدي أدرب نفسي إن أنا أطول بني حب، أو هبتدي أدرب نفسي إن أنا ليه ما كنش أحب لأسرتي وأحب لهم الخير وأحاول إن أنا أكون سبب فرحة للي حواليا بدل ما أنا سبب نكد للناس. ممكن واحد يفكر كده، وبعدين تبص تلاقي بعد ما يخرج تبص تلاقي الثلاث حاجات دول يمسكوا فيه: هم هذا العالم، يا غرور، يا شهوات. اللي ما عندوش غرور الغنى ممكن يكون عنده غرور العلم، انا بفهم احسن من اللي حواليا، ايه ما بيفهموش، يبقى هو عنده ايه؟ غرور. المسيح يرتاح في الانسان المتضع، اما الانسان المتكبر فربنا ايه؟ بيبعد عنه. خلي بالك، ادنى سكوت الايه؟ كبرياء. قبل الكسر للكبرياء. لازم الانسان المتضع هو اللي يعرف يوصل لقلب ربنا، وعشان كده لازم نفحص قلبنا كل شويه كده. هل احنا دلوقتي بقى كل مشكلتنا وكل حياتنا فهناكل ايه وهنشرب ايه وهنلبس ايه والسياسه ماشيه ازاي وفي الاخر عايزين نكسب اكتر نعمل ايه؟ هل بقت كل حياتنا ماشيه ده بقى المحور الرئيسي الاساسي؟ وحتى ممكن اللي بيفتح قنوات التلفزيون العاديه هتلاقي كل الاعلانات عن كده، يا ايه؟ اعلانات عن الاكل والشرب واللبس والعربيات والمقتنيات المنتجعات والفلل ده بند شهوات وممتلكات، والبند الثاني هتبص تلاقي عن احداث وسياسات، وتبص تلاقي الناس غرقانه طول اليوم وطول في قنوات بتاعت اكل، وتخلص منها تبقى قنوات بتاعت ايه؟ سياسه. وتبص تلاقي طب وفين ربنا؟ تبص تلاقي ربنا ايه؟ يقول ايه؟ مريت وما لقيتش حد، ما فيش حد سمع لي، ما فيش حد فاضي لي. ممكن الست زي ما احد الاباء بيقول ممكن تقف 10 دقايق وربع ساعه عشان تعمل كوبايه رز، ولما تيجي تصلي تقول ايه؟ مش قادره اقف. ممكن حد تبص تلاقيه عمل مشاوير كتير عشان يجامل حد، ولكن عشان يروح ويقعد في الكنيسه ويصلي يبص يلاقي ما عندوش الوقت. يبقى احنا في ثلاث حاجات كتير دايما بتحاول انها تشدنا، اركان هذا العالم. سيطر عليهم الشيطان، يغرق الناس في اللذات والشهوات، يغرق الناس في السياسات، ويغرق الناس في الاقتصاديات، ازاي نكسب ونكسب منين ونحاول نعمل ايه وازاي نزود استثماراتنا وازاي وده اللي بيغرق فيه اغلب الناس حسب اركان هذا العالم وليس حسب المسيح. لان المسيح الحاجات دي كلها قال لنا ايه؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزداد لنا. يعني انت غرقان ليه في الهموم وعمال تقول هاكل منين؟ وغرقان ليه في الهموم وعمال تقول السياسه توصل لايه؟ وغرقان ليه في الزعل وعمال تفكر انا النهارده بعد ما هروح هاكل ايه وسايبه ايه وهعمل ايه؟ يبقى انا النهارده لو انا الحاجات دي كلها هي اللي مغرقاني لازم افوق نفسي ولازم اصحصح وارجع احرك ضميري ناحيه ربنا. هل ده حسب المسيح ولا حسب اركان هذا العالم؟ اثنين عكس بعض، واحد هيمشي بحسب المسيح وحسب واحد هيمشي بحسب اركان هذا ايه؟ العالم. اذا مشيت حسب المسيح هتلاقي لما تجيلك السياسه انت مطمن وعايش في امان، لما تجيلك الشهوات انت دايسها لان مفيش شهوه ممكن تتسلط عليك، وإذا جالك اقتصاد وجالك مال زيادة فأنت من ودعتك ومن اتضاعك المال أنت اللي تستخدمه لكن مش هو اللي إيه يستخدمك، أنت اللي تعطي منه مش تخلي المال هو اللي يملك على قلبك ويملك على حياتك. ليس حسب المسيح لان زي ما قلت لكم كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العين وتعظم العيش. طب الناس اللي المسيح بقى لا عايشه بطريقه ثانيه، تستخدم العالم لكن مش كل همها هناكل ايه؟ هنشرب ايه؟ هنلبس ايه؟ هنخرج فين؟ هنتفسح ازاي؟ هنجيب ملك ايه؟ طب الحاجات والاحتياجات عماله تلاحق الكل واحد فينا، وتبص تلاقي اما نبص على كل الاحتياجات
ننسى المسيح اللي بيسدد كل احتياجاتنا. فأنا اللي نفسي ان احنا نعمله ان احنا نراجع كل تفاصيل حياتنا، هل هي بحسب المسيح ولا احنا في حاجات كتيرة ابتدت العدو او الشيطان يحط او يملك علينا فيها، بقت همومنا زيادة، بقت مشاكلنا اكتر، بقت شهواتنا كتير، بقت اهتمامنا بالاحداث كتير. خلي بالنا ان كل ما زادت اهتمامات العالم تبص تلاقي قلت اهتماماتنا بالمسيح. فهنا بيقول ايه؟ حسب تقليد الناس، حسب اركان العالم، وليس حسب المسيح. وابتدى بقى لما جاب سيرة المسيح فقال ايه؟ فانه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. قال على حاجتين، لاهوت وايه؟ جسديا. ليه؟ لان المسيح كان جسد كامل، انسان كامل، ولد من العذراء، حمل به في البطن وولد من العذراء بعد 9 اشهر، وابتدى ينمو قليلا قليلا بشبه البشر، وبعدين ابتدى ان هو يخش في الخدمه وكان خاضعا لهما، فصار كانسان كامل لا ينقص اي شيء، جاع وعطش ونام وكل تفاصيل الانسان عاش بها المسيح، ما خلا الخطية وحدها. ولكن كان كل ملء اللاهوت فيه، يعني كان قادر على كل شيء بسلطان لاهوته، كان يقدر يمشي على المية، يقيم الموتى، يصنع معجزات، يغلب العميان، يخلق أعين الأعمى. يبقى كل الحاجات دي كلها ملء المسيح لأن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدين. ودي إجابة فيها على الغنوصيين اللي كان بيقول ان المسيح اعلى من البشر ولكن مش زي ربنا، واخذ منها نفس الحكايه بدات اريوس، قال ان المسيح حاجه بسيطه ما بين الله وبين الانسان، ولكن هو مش الله الايه الكامل. طبعا الكلام ده احنا ايه ما بنؤمنش بيه، احنا ايماننا ان هو لاهوته لم يفارق ناسوته، لاهوت كامل وناسوت ايه كامل. طيب فهنا بيقول فانه يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، يعني معنى كده ان الانبياء العاديين ممكن يحل عليهم مثلا نبوه يبقى يجي فيهم جزء، لكن هنا كل الملء دي ما ينفعش تتقال غير على مين؟ على ربنا. ناس نبي على العذراء السلام لك ايتها الممتلئه نعم، كل الملء لا، كل الملء دي لمين؟ للمسيح بس. ليه؟ لان فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. فهنا اللي كانوا بيحاولوا ان يشبهوا المسيح باحد الانبياء يقول لك اه المسيح هو نبي جميل، يبقى ده هنا بيقول لك ايه؟ ده بدعه، ودي البدعه اللي بدت من الغنوصيه وبعد كده كملت في اريوس وبعد كده كملت في الديانات اللي حوالينا. يبقى احنا النهارده إيماننا بالمسيح إن هو الله الظاهر في الجسد، ففيه يحل كل ملء اللاهوت جسدين. ونشوف يوحنا المعمدان في الإصحاح الأول في إنجيل يوحنا يقول إيه؟ يقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، أو أخذنا جميعا من ملئه، يبقى من الملء بتاع المسيح ده كلنا إيه؟ كلنا أخذنا، زي ما بيقول كده لأنه ابن وحيد لأبيه مملوء نعمة وإيه؟ وحقا. هو الوحيد المملوء نعمة وحقا، هو الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا وأنتم مملؤون فيه. يبقى احنا كل انسان بيجي يقرب من المسيح بيمتلئ من المسيح، ويقول كده الروح يأخذ منا لي ويخبركم. فكل واحد يسكن فيه الروح القدس ياخد من المسيح ويبتدي يصور في الانسان ده، يرسم صورة المسيح في الانسان. تبص تلاقي المسيحين كلهم وداعة ولطف ومحبة وسلام وفرح وتعاملات كان زمان طبعا. وتبص تلاقي ايه الكلام ده كله يحصل ايه امتى؟ اما نكون مملوئين من المسيح كل ملء كل الملء. انتم مملوئون فيه الذي هو راس كل رياسه وسلطان.
رجع كمان لكلمة الرئاسة والسلطان، زي ما احنا قلنا ان هو خلق السلاطين فيه خلق الكل اللي جت في المساحة الاول، ففيه خلق الكل، كل الرئاسات والسلاطين والربوبيات والارباب والقوات، كل الكلام ده اتخلق في المسيح ولاجل المسيح، يبقى هو اللي خلق. لكن مين الرأس بقى؟ المسيح هو الرأس. وعشان كده بيقولوا كان ممكن يقول لك ان احنا ايه بنقول المسيح ده زي الملاك ميخائيل، نقبل احنا كده؟ لا، احنا بنحب الملاك ميخائيل جدا وهنعمل له تمجيد النهارده عشان عيد الملاك ميخائيل، ولكن المسيح هو اللي خلق الملاك ايه؟ والملاك ميخائيل معانا بيجي يقدم السجود لمين؟ للمسيح. يبقى احنا هنا اما يجوا يحاولوا ان هم يبينوا ان المسيح ده اعلى من البشر لكن هو مش الله، نقول لا، ده هو فوق كل رئاسه وكل سلطان، ده هو الراس، وده دي بعد كل حاجه، يعني هو البدايه بتاعت كل المخلوقات. المسيح وحده اللي هو مولود غير مخلوق، لكن بقيه البشر كلهم ايه؟ مخلوقين كلهم. وعشان كده وانتم مملؤون فيه الذي هو راس كل رئاسه وسلطان وبه ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشريه بختان المسيح. دخل في نقطه تانيه، كانت الختان ده علامه اداها ربنا لابراهيم ابو الاباء وقال له كل ولد ذكر عندك تعمل ايه؟ تختنه، عشان ده كده هيبقى مخصص ليا. والختان كان عباره عن قطع جزء من الجلد بتاع الرجل، الجزء ده يموت والانسان يعيش في عهد مع مين؟ مع الله. طيب هنا بيقول ايه؟ وبه ايضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد، يعني مش نفس الختان القديم، لأن الختان القديم ليه فايدة في العهد الجديد؟ لا، ولكن أصبح رمز الختان رمز الايه؟ للمعمودية. فالمسيح اتعمدنا فخلعنا في المعمودية جسم خطايا البشرية. احنا دلوقتي الجسم اللي احنا خدناه ده سكنت فيه الخطية، فالمسيح أخذ جسمنا ومات بيه، وما مات بيه بالموت داس والذين في القبور انا عاملاهم بالايه؟ بالحياه. يبقى المسيح اخذ جسدنا ومات بيه عشان يدلنا احنا حياته فنحيا بيها. عشان كده بيقول ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشريه بختان المسيح. يبقى كل انسان النهارده اصبح للمسيح، مخصص للمسيح، مقدس للمسيح، لانه مش الختان الجسدي ده بغير مصنوع، ختان بغير مصنوع بيد، ده مش من المصنوعين بيد، لا، ده ختان بالروح، ختان القلب بالروح. مدفونين معه بالمعمودية، ازاي بقى؟ بيوضح يقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. يبقى أصبح سر المعمودية النهارده مش مجرد تمثيلية إن إحنا بنعملها قدام الناس، نغطس الولد ثلاث مرات وبعد كده نقول له أنت قمت، لأ، ده إحنا بندفن مع المسيح. طب ينفع حد يقول النهارده المعمودية بالرش؟ نرش المية من بعيد كده؟ لأ، مدفونين معه فين؟ في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا. يبقى هنا المعمودية دي عبارة عن موت وقيام، وننزل ثلاث مرات باسم الآب والابن والروح القدس، وزي ما المسيح قعد في القبر ثلاث أيام إحنا قعدنا في المعمودية الثلاث أيام، وبعدين إيه؟ بس مش بنسيب الولد في المية ثلاث أيام، لكن نعمل إيه؟ بعمل السر يحصل إيه بقى؟ يتقدس هذا الانسان بخلع جسم خطايا البشريه. السر ده اللي احنا مش بنشوفه، اللي عينينا مقفوله عنه، لكن نعبر ان هو لبس بعد كده ابيض واصبح عليه زنار، ان هو بقى مهدي بالدم، مات مع المسيح وايه؟ وقام. الذي اقامه من الاموات، بايمان عمل الله الذي اقامه من الاموات. حته ان احنا الموضوع ده لازم يكون بايه؟ بإيمان. يبقى أي إنسان اعتمد على اسم المسيح مات مع المسيح وإيه؟
وقام، وده إيماننا اللي احنا بنسلك بيه، وده إيماننا اللي احنا بنعتقد فيه، عشان ما ينفعش أي حاجة تزعزعنا عن هذا الإيمان. الإنسان اللي مات وقام مع المسيح يبقى بعد كده أما يجي ينتقل نقول ليس هو موت لعبيدة بل هو إيه؟ انتقام، ولا يؤذيه الموت الثاني، لأن لو سلك في المسيح وإيمانه موطد وإيمانه متأصل وإيمانه ثابت في المسيح مش ممكن حاجة تقدر تموته مرة تانية. أما يحصل إيه؟ انتقل من الموت إلى الحياة. ربنا يدلنا كل الإيمان. إحنا معلش ماشيين على مهلنا، بس ناخد كلمة كلمة كده ونبقى فاهمين أفضل. نصلي صلاة النوم، وإن شاء الله برضو المرة الجاية هنبتدي 6:30 لحد بقى ما نشوف أما يخلص التوقيت الصيفي. تفضل انصلي. بسم الله وولدنا وروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين لكم بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوت، تكن مشيئتك.